السلام عليكم. مثل ما شايفين اليوم عندي ملح، هيدا الملح بدي نزله بالزيت. بكل صراحة أنا هيدي التجربة أول مرة بعملها بحياتي، وبعد ما عملتها قررت أني اعتمدها على طول. طريقة كتير حلوة علمتني عليها جارتي، أنا بوجه لها تحية كتير كبيرة. أنا عم أقول بكل أمانة شو صار معي أنا، في ما قلكن أنه جارتي علمتني عليها، بس أنا أصلا ما بعرفها، يعني هي علمتني عليها وجربتها ونجحت وجابت نتيجة مذهلة. اليوم هيدي الطريقة أحبائي بدي أعلمكن عليها لحتى تعملوها والنتائج حتكون رائعة. بس بداية أحبائي، إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني وحابين يوصلكن كل جديد، انزلوا هلأ لتحت لأسفل الفيديو، كبسوا اشتراك، فعلوا الجرس، وكبسوا على كلمة الكل. بهيدي الطريقة بتكونوا انضميتوا لعائلتنا الكبيرة. يا أهلا وسهلا فيكن، وأكيد كل الفيديوهات رح توصلكن. هلأ رح باشر بطريقة العمل، بس بتمنى طبعا انكم ما تاخدوا الموضوع بكل بساطة، لانه فعلا طلع موضوع كتير مهم، وانا جربته. بعد ما جربته شفت نتيجة مذهلة. خلينا نباشر بوضع الملح بالزيت لنشوف شو رح يصير. اول خطوة شو بدي اعمل؟ بدي نزل مي. انا هون عم بتبع الخطوات اللي قالت لي عليها جارتي بهيدي الطريقة. هلا انا سألتها شو السبب، قالت لي انه مفروض وقت نحط المقلية على النار انه نرجع نحط المي بحال كان فيها نكهة اكل او شيء، او من وراء الصابون بعد التليف وهيك، فمفروض انه نحط مي لحتى كل شيء يطلع بالمي. فانا عم بتبع الخطوات اللي قالت لي عليها. بدي امطر المي لحتى تنشف، لحتى كل المي تتبخر، يعني ما بدي مسحهم. كمان هيك قالت لي خطوات ضرورية مفروض قوم فيها. انا هون طبعا بانتظار انه المي كلها يتنشف. بدي نزل الزيت. بسم الله، زيت بكمية وفيرة. حطينا هون نحنا زيت الزيتون، حطينا مثل ما شايفين هون زيت الزيتون. بدي انطر لحتى يسخن. هون بعد ما سخن عندي زيت الزيتون رح نزل هلا الملح بقلبه. هون نزلنا الملح، شفتوا كمية كمان وفيرة بهيدي الطريقة. بلش حركن. سخن عندي الزيت كتير منيح بهيدي الطريقة. سخن اذا عندي الزيت كتير منيح. هلا رح طفي تحتهم، انا طفيت تحتهم. هلا رح اتركهم لحتى يصيروا دافيين. هلا هن كتير سخنين، يعني مجرد انا ما احملها وحط اصبعتي عليها كتير سخنه كتير، فرح انطر لحتى الملح يبرد معي. بس يبرد، مش يبرد كتير، بدي يضلوا دافي. بس دافي رح فرجيكم الخطوه اللي بعدها. رح نزلهم هلا بقلب الصحن لحتى يبردوا بسرعة، لأنه طول ما هني بالمقلاية رح ياخدوا من حرارة المقلاية وما رح يبردوا أو يدفوا بطريقة سريعة. هيك بيدفوا بسرعة، رح نعملهم هيك لحتى يدفوا معاي. الزينة يعني بلش يدفوا، بدهم شوي صغيرة ويصيروا دافيين، شوي صغيرة. بس قالت لي انه نحنا بحاجة لشي شبيه بالشاش، شاش يعني هيدي.
نحن بنقول له الشاش. هيدا منجيبه من الصيدلية. قلت لها أنا موجودة عندي أصلا بالصيدلية، يعني موجودة عندي. فقالت لي ليش لنستخدمهم، هيدول كتير غاليين. شوفوا قديش ست مدبرة وست بتعرف تدبر حالها صراحة. قالت لي لا هيدول ضبيهم ما رح نحتاجهم خليهم. قالت لي شي بيشبه الشاش. قلت لها ما انت شو رأيك انه ما في موجود عندي الا هيك. قالت لي جيبي كمامة. كمامة لانه فعلا الكمامة شبيهة بالشاش، يعني نفس الشيء، نفس التركيبة تقريبا، عرفتوا؟ فأنا عندي كمية بالبيت كنت جايبيتهم كرمال المدارس، يعني كل ما يروح ولادي على المدرسة بياخدوا معهم كمامات. طبعا كان عندي علبة مليانة، فهيدي كانت آخر وحدة بقلب العلبة لأنه المدرسة خلصت. فجبنا الكمامة، قلت لها هيدي كمامة، هي قالت لي صراحة. فقالت لي كتير منيح، جيب الملح وخلينا ندخلهم بالكمامة. وهيدي الكمامة راح قصها من هون مثل ما قالت لي بنفس الطريقة، نقصها بهيدي الطريقة مثل ما شايفين. هون أنا عم بمشي خطوة بخطوة مثل ما قالت لي نفس الشي. هيدي الكمامة أنا قصيتها مثل ما قالت لي، كنت حبيتها تظهر معي وتحدثكم وتقول عن هيدي التجربة، بس طبعا ما فيها تظهر لأسباب خاصة. هلأ شو رح نعمل؟ رح نجيب الملح ونحطهم بقلب الكمامة. الملح عندي صار دافي، يعني أنا قادرة أحمله بإيدي، بس هو دافي، يعني أنا حاسة فيه إنه هو مش سخن، دافي بس ما بيحرق. منشيل هلأ الملح ومنبلش ندخل بقلب الكمامة بهيدي الطريقة. شفتوا نفس نوعية، نفس الشيء، نفس نوعية الشاش، بدنا كمية مثل ما شفتوا بهيدي الطريقة. رح نمدهم كلياتهم. هلا هيدول نحنا شو بنقدر نستفيد منهم؟ بنقدر اللي عنده وجع بالمفاصل، اللي عنده وجع بالمفاصل، اللي عنده وجع بمفاصل الجري من ورا الشغل، من ورا التعب، من ورا المشي كتير، من ورا الوقفين كتير، فأبسط وأسهل طريقة للقضاء على وجع المفاصل أحبائي إنكم تعملوا هيدي الطريقة وتحطوا عليها مثلا الكمامة أو تستخدموا الشاش. بس نحن هون مثل ما قالت لي استخدم الكمامة، ما بدنا ندفع، يعني شيء يعني اصلا موجود عندي بالبيت، فليش لانزع او جيب شيء. جبنا الكمامه، شفتوا الزيت، الزيتون والملح، بنحطهم على مفاصل مطرح ما بيوجعنا شيء بجسمنا، مفاصلنا مثلا كتافنا، بين الرقبه، ايدينا، جرينا، ظهرنا، بنحط الزيت والملح عليه وبنتركهم. اذا بقول لكم دافي، كتير دافيه، بتريح بشكل منه طبيعي. هلا انا فتحتك كلها، فيي مثلا ارجع سكرها بهيدي الطريقه. انا هون عم بنقلكم كل شيء خطوه بخطوه من دون ولا اي شيء زايد او شيء ناقص، يعني مثل كيس، مثل كيس للحفاظ، او مثل كيس لحتى طبعا نستفيد منه باوجاعنا. كلياتنا عنا أوجاع بمفاصلنا وقت واحد يكبر بالعمر، وقت يصير عنده مشاكل بالعظم. طريقة ولا أروع من هيك، طريقة ولا أسهل من هيك، طريقة رائعة أحبائي للمفاصل. إذا بقلكن رهيبة، إذا بقلكن أحبائي رهيبة، صدقوا جربوا هيدي الفكرة وراح تدعولي كتير. حطوا الملح بالزيت، سخنوا الزيت ورجعوا حطوه سخنوا الزيت ورجعوا حطوه بالكمامة أو بقطعة شاش واعملوها بهيدي الطريقة. فكرة رائعة. بسرعة 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 حطوا لايك للفيديو، وأكيد تحياتكم لصديقتي
وهلا انا بدي ودعكم، ان شاء الله فكره اليوم تكون حبيتوها وعجبتكم، جربوها هلا، قوموا جربوها لانكم رح تستفيدوا كثير احبائي، بحال عندكم اوجاع بالمفاصل، اوجاع بكتافكم، وين ما في وجع بجسمكم، حطوا هالكمامه والملح الموجود بقلبها ورح تستفيدوا كثير. انا هلا بدي ودعكم مع تحياتي، بحبكم كثير، الى اللقاء.